فترة طويلة مرت على آخر احتفال تشهده الحوطة عاصمة محافظة لحج، كتمتها الحرب ثم الجماعات المتطرفة وانبثقت في احتفالات الذكرى 49 لعيد الجلاء الوطني. هذا الاحتفال يأتي ضمن سياق الاحتفالات التي يشهدها الوطن خاصة المحافظات المحررة بعد سنة عام ونصف من التحرير من ميليشيات الحوثي والمخلوق صالح التي عاثت فسادا في هذه المحافظات ودمرت بنية التحتية. محافظ المحافظة دشن الاحتفال بمسيرة تقدمها في شوارع الحوطة ليؤكد حضور الدولة، وفي منصة ملعب معاوية أرادت السلطة المحلية إيصال العديد من الرسائل. رسالتنا من لحج أن لحج تستعيد عافيتها، لحج ممثلة بمحافظ المحافظة الدكتور ناصر الخبقي والسلطة المحلية والقيادة الميدانية الأمنية والعسكرية يعملون فريقا واحدا. أقدر أقول لك أنها مأمنة 99% وما بقي إلا فلول متخبية ليس لها أي تأثير. المواطنون هنا بمختلف أطيافهم شاركوا في العرض البسيط رغم الظروف الصعبة، آملين أن يتجاوزوا تحديات اقتصادية ومعيشية ما زالت تغالب هذه المحافظة المهمة. آدم الحسامي، قناة بلقيس،